درس النهاردة إن شاء الله بعنوان بريشر. بريشر يعني الضغط. طيب التعريف بتاع البريشر أو الضغط عبارة عن إيه؟ is defined as normal force exerted by a fluid per unit area. يبقى normal force exerted by a fluid per unit area. يعني ايه الكلام ده؟ نورمال فورس زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، قلنا ايه الفرق بين النورمال فورس والشير فورس. النورمال فورس يعني قوه عموديه على المستوى، الشير فورس قوه الموازيه للمستوى. تمام. طيب نورمال فورس اكزيرتد باي فلويد، القوه العموديه اللي بتاثر بواسطه اي مائع عندي بير يونت اريا على المساحه. نبص كده نشوف يبقى أنا عندي دلوقتي، لو أنا هقول فورس قيمتها F على area معينة، يبقى أنا عندي البريشر بيساوي النورمال فورس على الاريا بتاعي. طيب احنا دلوقتي لو احنا بنتكلم على الاجسام الصلبه يبقى الفورس على الاريا. طب انا دلوقتي عندي بقى ايه بواسطه الموائع؟ لو احنا كنا عارفين خدنا الدروس اللي هي بتاثر في الثانويه العامه في السنين السابقه اللي احنا خدناها، فعرفنا لما نيجي نحاول دلوقتي احنا نشتغل على المائع. يبقى انا عندي البريشر لاي مائع بيساوي رو جي اتش. تمام. رو جي اتش اللي هي البريشر اللي بيأثر نتيجة المائع على السائل عندي. طيب هنيجي نشوف كده برضو قاعدة باسكال الشهيرة اللي احنا كلنا كنا عارفينها. انا عندي، لو انا عندي دلوقتي بيستونز بالشكل ده كده، اف كابيتال وعندي الاريا كابيتال، وهنا اف سمول والاريا سمول. انا عندي البريشر متساوي في النقطتين هنا. تمام. يبقى انا عندي الاف كابيتال على الاي كابيتال بتساوي الاف سمول على الاي سمول بتساوي الاف كابيتال على الاي كابيتال، اللي هنا بيساوي اللي هو ما تسمى بقاعده باسكال الشهيره جدا. تمام، اللي احنا كنا خدناها قبل كده في السنين اللي فاتت. طيب في عندي برضو معلومة أو في قيمة، آسف، اليونتس بتاعت البريشر كلنا عارفين اللي هي نيوتن على المتر مربع، اللي هي عبارة عن الباسكال. تمام، اللي هي برضو بتساوي واحد بار. يبقى نيوتن على المتر مربع أو الباسكال أو البار، كل ديت وحدات للبريشر. في عندي مصطلح هنسمعه عن البريشر، ما يسمى بالجيج بريشر والاتموسفيريك بريشر والابسوليوت بريشر. يبقى انا عندي الجيج بريشر والاتموسفيريك بريشر والابسوليوت بريشر. الثلاث مصطلحات دولت لازم نفرق ما بينهم ونكون فاهمين هم دولت عباره عن ايه، والموضوع ده مهم جدا لاي مهندس او اي حد بيشتغل، لازم يكون فاهم الفرق ما بين الجيج بريشر والاتموسفيريك بريشر والابسوليوت بريشر. الاتموسفيريك بريشر هو عباره عن الضغط الجوي. خلي بالكم احنا بنقول كلمه الضغط يعني معنى كده كل حاجه اللي هي قيمتها نيوتن على المتر المربع او وحده بريشر. تمام. طيب الاتموسفيريك بريشر اللي هو عباره عن ايه؟ عن ما يسمى بقيمه الضغط الجوي. تمام، الضغط الجوي. طيب الضغط الجوي لما جم يقيسوه طلع بكام؟
البي بتساوي رو في الجي في الاتش، رو كثافة الهواء بواحد وثلاثة من عشرة تقريبا، عجلة الجاذبية بتسعة وثمانية من عشرة، الاتش ارتفاع عمود الهواء اللي هو أنا عندي سطح الكرة الأرضية لسطح الغلاف الجوي اللي هو إيه ارتفاع عمود الهواء بتاعي. طلعت القيمة بتاعي ديت قاسوها بجهاز اللي بيقيس الضغط الجوي ما يسمى بالبارومتر، عبارة عن إيه؟ جنبه حوض وحطوا فيه زئبق تمام، وكانوا مالين أنبوبة الاختبار ديت بالزئبق وقلبوها موجودة بالشكل ده كده ومحطوطة في حوض الزئبق. ارتفاع عمود الزئبق لقوه ارتفع مسافة قيمة معينة اللي هي تعادل قيمة الضغط الجوي اللي بيأثر على سطح الحوض بالشكل ده كده. لقوا ارتفاع عمود الزئبق بكام؟ ب 76 سنتيمتر من الاتش جي اللي هو الزئبق. طيب اما جم ضربهم البي بتساوي رو كثافة الزئبق ب 13500 في عجلة الجاذبية ب 9.8 من عشرة في الاتش 76 سنتيمتر تمام، طلع القيمة ديت ب 1 و 13 من ألف في 10 أس 5 اللي هي ما تناظر الضغط الجوي. الاتموسفيرك تمام. طيب 1 و13 من ألف في 10 أس 5 اتموسفيرك تمام. الكلام ده اللي هو عبارة عن ايه؟ يساوي 1 بار. يبقى انا عندي هنا الواحد بار بيساوي الضغط الجوي، اسف احنا قلنا هنا نيوتن على المتر مربع مش بتساوي بار، بتساوي واحد و13 من الف نيوتن على المتر مربع في 10 اس 5 بيساوي الواحد بار. سوري النيوتن على المتر مربع، نيوتن على المتر مربع بيساوي 1 باسكال تمام. طيب يبقى انا عندي هنا كده الواحد بار بيساوي 1 و13 من الف في 10 اس 5 الاتموسفيريك او النيوتن على المتر مربع ديت اللي هي قيمة الضغط الجوي اللي هي ما تسمى بالاتموسفيريك بريشر اللي عندنا هنا كده. طيب الجيج بريشر والابسوليوت بريشر عباره عن ايه؟ هنيجي نعمل رسم بياني كده. ونمثل قيمه الضغط الجوي. الضغط الجوي قيمته عندي بكام؟ بواحد بار. او واحد اتموسفيريك بريشر. واحد اتموسفيريك بريشر او الواحد بار. تمام؟ طيب الواحد بار عندي او الواحد اتموسفيريك بريشر نكمل يا شباب. يبقى انا عندي الواحد اتموسفيريك بريشر قيمته هنا بواحد على الرسم البياني. طيب لو انا جيت من تحت هنا بقيس، انا عندي هنا نقطه الزيرو تمام. لو انا باخد من البيز بتاعي هنا مفيش حاجه بعد الزيرو تحت، يبقى انا بقيس قيمه القياس الضغط بتاعي. يبقى انا لو طلعت من هنا لحد هنا اقصى قيمه بكام؟ بواحد بار تمام، ده رقم واحد. طيب لو انا بادئ المقاس من تحت هنا وقفت هنا انا قست وصلت لواحد بار. طيب لو انا ابتديت المقاس بتاعي من نقطة واحد هنا، اعتبرت ان الصفر بتاعي من هنا، وطلعت بالشكل ده كده مثلا عند رقم مناظر هنا كده عند رقم 3، يبقى انا رقم 3 و1 يبقى انا المسافة اللي انا اتحركتهم قد ايه؟ يبقى 3 ناقص 1 بيساوي 2، دي 2 بار. الرقم 2 بار ده بنسميه جيج بريشر تمام. 2 ده بنسميه جيج بريشر. ليه بقى جيج بريشر؟ لان انا بادي المقاس بتاعي من نقطه واحد، يبقى انا ادام بقيس من فوق قيمه الضغط الجوي بنسميه جيج بريشر.
طيب لو انا نزلت من فوق من عند الواحد لحد تحت، اقصى حاجه هنزلها لحد الصفر. طيب لو انا نزلت مثلا لحد هنا، لحد علامه 4.25، تمام؟ يبقى انا نزلت قد ايه؟ عباره عن 1 ناقص 25%، او 25% ناقص 1 يبقى ناقص 4.75، تمام؟ القيمه اللي انا نزلتها ديت، القيمة اللي أنا نزلتها ديت بالناقص 75% جيج، تمام؟ يبقى أنا نزلت القيمة ديت برضو إيه؟ جيج بريشر، بس بالسالب، تحت من تحت الواحد. يبقى أنا عندي في قيمة ضغط هنا، القيمة اللي إحنا قسناها ديت 2 بار جيج، وفي قيمة تانية قسناها عبارة عن ناقص 75 جيج. طيب دي خلاص ما فيش فيها مشكله، الناقص 75% جيج ديت، كلمه جيج يبقى انا فاهم ان انا ايه، الصفر بتاعي هو نقطه الضغط الجوي. طيب ناقص 75% جيج، بنشيل كلمه جيج والماينس ديت ونستبدلهم بكلمه ايه، فاكيوم. انا عندي 75% وشلت كلمه السالب ونقول ايه، فاكيوم، ان انا فرغت من تحت الضغط الجوي بقيمه ناقص 75%، يبقى انا عملت تفريغ ب 75%. طيب لو انا بقى ابتديت اقيس من تحت، من هنا بقى من الصفر بتاعي، احنا كده فهمنا يعني ايه جيج، ان انا بقيس نقطه الصفر بتاعي عند الضغط الجوي. طيب نشد خط ونشوف الجزء الثاني، ده كده ما يسمى بالجزء بتاعه الجيج، تمام؟ طيب الجزء بقى بتاع الابسوليوت بقى، لو انا بقيس من الصفر المطلق، هنا ده بقى ايه، القياس يبدا من الصفر المطلق، الصفر المطلق اللي هو القياس الصفر الموجود هنا، هنا عند واحد ده اللي هو الصفر بتاع الاتموسفيرك، ده اللي هو الصفر اللي هو اللي احنا عملناه عند نقطة الجيج، لكن هنا القياس بيبدأ من الصفر المطلق. طيب أنا لو طلعت من صفر لحد هنا 25، يبقى أنا بقول الأبسوليوت بتاعي بكام؟ 0.25، اللي هي تساوي ناقص 75% جيج أو 75% فاكيوم، تمام؟ طيب لو انا طلعت من الصفر المطلق، طلعت لحد نقطه 3 اللي هنا ديت، شوف انا طلعت قد ايه بقى، طلعت الشويه بتوع الاتموسفيريك بريشر اللي هو قيمتهم بواحد، والشويه بتوع الجيج اللي هم 2، يبقى مجموع دولت كده كلهم كام، يبقى 3 ابسوليوت. واضح يا شباب؟ يبقى انا النقطه ديت قيمتها 3 ابسوليوت، يبقى انا افهم ان انا قايس من تحت كده، أو 2 جيج. طيب أو اللي هي بمعنى إيه بقى؟ الأبسوليوت، الثلاث أبسوليوت ديت جت منين؟ 2 جيج زائد 1 أتموسفيرك. يبقى أنا كده أجيب العلاقة بقى ما بين الجيج بريشر والأتموسفيرك بريشر والأبسوليوت بريشر، يبقى الريليشن بتوين جيج والأتموسفيرك والأبسوليوت عبارة عن إيه بقى؟ إن الأبسوليوت بريشر سوري الابسوليوت بريشر يساوي الاتموسفيريك بريشر زائد الجيج بريشر، يبقى الابس بيساوي الاتموسفيريك زائد
الجيج اللي هي بنرمز لها بقى، لو هنيجي نتكلم بالرموز، البي ابسوليوت بيساوي البي اتموسفيريك زائد البي جيج. واضح يا شباب؟ يبقى ديت علاقة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها، ان البي ابسوليوت بيساوي البي جيج او زائد البي اتموسفيريك. وهنا يا ريت لو سمحت تخلي بالك على طول من العلاقة دي، تخليها في دماغك، تكون فاهم الفيجر ده ماشي شكله ازاي. طيب نيجي بقى ننقل على الضغوط داخل الموائع. عندي انا عندي خزان بالشكل ده كده، في مائع، النقطة اللي موجودة تحت هنا بيأثر عليها الضغط عبارة عن ايه؟ اللي موجود هنا عبارة عن ارتفاع السائل اللي موجود، يبقى البي عند نقطة واحد بيساوي رو جي اتش، الاتش اللي هو ارتفاع السائل فوق النقطة اللي موجودة مغمورة تحت السائل عندي هنا كده. طيب في حاجة تانية اللي بيأثر عليها كمان موجود، ان الضغط الاتموسفيريك بيأثر حوالين الجو، بيأثر على السائل ده، يبقى الضغط عند نقطة واحد بيساوي رو جي اتش زائد البي اتموسفيريك. طيب لما احنا كده ديت قرينا الاثنين دولت كده مع بعض بالشكل العلاقة ديت، يبقى انا معنى كده ان البي عند نقطة واحد ده عبارة عن البي جيج، اسف البي اتسليوت. تمام، ادام انا جمعت الجيج والاتموسفيريك يبقى القيمة اللي احنا بنقراها دلوقتي من عند نقطة واحد تسمى بالابسليوت بريشر. واضح يا شباب؟ يبقى معنى كده ان القيمه اللي انا قريتها دي كده الابسوليوت بريشر. طب لو انا قلت بس ان البي بتساوي رو جي اتش واهملت الاتموسفيريك بريشر اللي هو 1 بار، تمام، يبقى القيمه اللي طالعه هنا دي كده عباره عن الايه؟ الجيج بريشر. يبقى انا لما اجي اقرا اقول ان الضغط بيساوي رو جي اتش، تمام، يبقى ده ان انا القيمه ديت عباره عن ايه؟ جيج بريشر. طيب جهاز قياس الضغط في السوائل بيسمى جهاز المانوميتر. تمام، المانوميتر عبارة عن ايه؟ انا عندي خزان جواه سائل، وصلنا فيه أنبوبة بالشكل ده كده، عايزين نعرف البريشر اللي جوه الخزان ده عبارة عن إيه. لما وصلوا المانوميتر لقوا السائل اللي موجود هنا بيرتفع قيمة ما مقدارها بـ H، تمام، تناظر قيمة الضغط اللي موجود جوه الخزان، فالبريشر اللي موجود جوه الخزان عبارة عن إيه؟ رو في الـ G في الـ H. طبعا الرو اللي هي كثافة السائل، والجي عجلة الجاذبية، والاتش اللي هو ايه؟ ارتفاع عمود السائل. طيب الاتش ارتفاع عمود السائل في القانون لازم نعوض عنه بالمتر، عجلة الجاذبية متر على الثانية تربيع، كثافة السائل كيلو جرام على المتر المكعب، البريشر اللي هيطلع لي هنا وحدته بالنيوتن على المتر المربع، تمام، نقسم على 10 اس 5 نحولها لبار. ماشي يا شباب؟ طيب نشوف كده بقى، نحل على طول مسائل على البارومتر، المانومتر اسف، علشان نقدر نفهم الاشكال المختلفه للمانومتر وبتيجي المسائل بتاعته عامله ازاي. طيب في برضه ملاحظة كده عايز أقولها، لو أنا هشتغل على المانومتر هنا
والضغط جوه الخزان، البي يساوي، او انا جيت يساوي رو جي اتش زائد انا الخزان عندي مفتوح للاتموسفيرك زائد البي اتموسفيرك، صح؟ طيب لو انا دراع المانومتر مفتوح للضغط الجوي انا قلت بيساوي رو جي اتش زائد البي اتموسفيرك. طيب في الحاله ديت انا لو اشتغلت على القانون ده كده يبقى انا القيمه دي كده كلها ديت هتبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ الابسوليوت زي ما احنا لسه قايلين من شويه. طيب لو انا لغيت الاتموسفيرك يبقى انا هلغي كلمه الابسوليوت واقول ان البي بتساوي رو جي اتش اللي هو عباره عن ايه؟ الجيج، تمام؟ اللي هو يبقى انا لو انا كتبت القانون البي ناقص رو جي اتش هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو، صح؟ يبقى انا عندي القانون بتاعي البي بتساوي او البي ناقص رو جي اتش بيساوي زيرو. يبقى انا في الحاله ديت انا شغال ايه؟ جيج، واضح يا شباب؟ طيب لو انا عندي المانومتر بتاعي بالشكل ده كده والدراع بتاعه نازل بالشكل ده كده وطالع التاني بالشكل ده كده، اهم حاجه عندي، سوري الرسم شكله بشع، اقول بس نظبط الرسم شكله صعب قوي. لو انا عندي المانومتر متوصل فيه سائل داخلي، اسف، متوصل فيه المانومتر متوصل فيه اكتر من دراع، دراع نازل لتحت ودراع طالع لفوق، تمام؟ يبقى انا عندي الليكويد بتاعي نازل لتحت بالشكل ده كده وحطيت ليكويد تاني. طبعا احنا ما بنيجي نحط سائلين ما ينفعش هما بيختلطوا مع بعض، ف لكن ما ينفعش يعني مثلا لو انا حطيت زيت وزئبق، تمام، او زيت وجليسرين، اي سائلين مش هيختلطوا ببعض، هيبقوا في فاصل ما بينهم هما الاثنين، تمام. طيب السائل الاول ارتفاع عموده اتش 1 والسائل الثاني ارتفاع العمود بتاعه اتش 2. طيب اهم حاجه في المانومتر لازم طريقة كتابة المعادلة تكون صحيحة. كتابة المعادلة تكون صحيحة. كتبت معادلة المانومتر، الموضوع سهل عندك جدا. طيب تعالى نكتب المعادلة بتاعت المانومتر كده، وهنكتبها معادلة بطريقة بسيطة جدا. في قاعدة كده بنطبقها واحنا نازلين، بنقول موجب وانت طالع بتقول ايه؟ سالب. وتمشي في اي سائل بقى مش هتفرق معاك، لان خد بالك ساعات بتبقى مسائل المانومتر بتبقى اكتر من رجل للمانومتر، فالناس بتتلخبط فيها وهي شغالة. طيب عندي البي بتاعت الخزان، وبعد كده مشيت افقي هوريزونتال، الضغط ما بيجي يتحسب بيتحسب راسي يا فوق يا لتحت، لكن افقي ما بيبقاش له قيمه. طيب لو انا ماشي هوريزونتال كده انا ما فيش عندي قيمه، مشيت بعد كده اتحركت فين؟ نازل لتحت، يبقى نازل لتحت القاعده بتقول ايه؟ موجب. في السائل عباره عن رو واحد في الجي في الاتش واحد، تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ كتبت زائد رو واحد جي اتش واحد، خلصت ومشيت في سائل تاني. طيب اللي انا نزلته جيت هنا طلعته في نفس السائل، فالقيمه ديت تساوي القيمه ديت، يعني اللي نازل يساوي اللي طالع من نفس السائل، فايه راحوا مع بعض. وقفت هنا قمت جاي بقى طالع في السائل رقم اتنين، طب انا طالع بيقول ايه؟ سالب، يبقى طالع ناقص.
رو 2 جي اتش 2. خلاص كده ما عادش في اي حاجه تانية، في عندي الهواء، يبقى اقول بنساوي صفر. ليه قلنا بنساوي صفر؟ لان انا هشتغل جيج، يبقى اي قيمه هتطلع للبي هتطلع بجيج بريشر، يبقى انا بقول بيساوي زيرو. لو انا عايز اشتغل ابسوليوت اقول بتساوي الاتموسفيريك بريشر. واضح؟ لو انا حطيت هنا الاتموسفيريك بريشر او 10 اس 5 نيوتن على المتر المربع، يبقى الرقم اللي هيطلع هنا يطلع ابسوليوت، لكن انا قلت بيساوي زيرو يبقى الرقم اللي هيطلع بتاع الجيج. يبقى المعادله بتاعه كده انتهت، بتاعه المانومتر، وانا كده حليت المساله بكل بساطه وبكل سهوله. طبعا رو 1 السائل الاول في عجله الجاذبيه في الاتش ارتفاعه، رو 2 السائل الثاني في عجله الجاذبيه في الاتش 2. لازم هيكون عندك الثلاث معطيات دولت والثلاثه دولت علشان تقدر تجيب قيمه البي بتاع ضغط الخزان. طيب نبتدي بقى نحل مساله مع بعض كده. اعذروني بقى على بشاعة الرسم، بس بنحاول بقى على قد ما نقدر. أهم حاجة وأنا برسم المسألة لو سمحتم ركزوا معايا بعد إذنكم. تمام؟ ركزوا معايا علشان بس إيه نبقى شايفين المعطيات وما تبقى ما نلاقيش مشكلة في الموضوع. طيب اسمحوا لي احنا هنقفل الفيديو ده لانه فاضل فيه 10 دقايق، فممكن المسألة ما تلحقش نخلصها. طب او هنحل المسألة وممكن نكمل على الفيديو التاني. طيب عندي هنا نقطة واحد، السائل عند نقطة A السبيسيفيك جرافيتي بتاعه بيساوي 7/100، عند نقطة B السبيسيفيك جرافيتي السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بكام؟ ب 9/100. طبعا السبيسيفيك جرافيتي احنا لسه عارفين من المحاضرة اللي فاتت اللي هي عبارة عن ايه؟ رو على رو. طيب الماع اللي موجود سائل واحد بالشكل ده كده، تمام، نازل لحد هنا كده معايا، وعامل لي ارتفاع قيمته بثلاثة من عشرة. طيب وموجود زئبق بالشكل ده كده، بيرتفع لهنا لقيمة معينة. طيب يبقى أنا اللي نزل هنا قصاد اللي نزل هنا مش فارقة معايا، تمام. طيب وبعد كده عندي السائل الثاني اللي هو بتاع نقطة B اللي هو عبارة عن قيمته بكام؟ 4/10. واضح؟ طيب عايز يعرف ايه بقى؟ find h، القيمة بتاعت بقى ايه؟ اللي هو دلوقتي ال h بتاع السائل الثاني اللي هو بتاع الزئبق. find h if ال a decrease by 25 كيلو باسكال will be constant. تمام؟ The initial reading of H وال H القراءة المبدئية بتاعتها كانت بثلاثة من عشرة. طب سؤال كده، لما ال A تقل ب 25%، لما ال A تقل إيه اللي هيحصل؟ السائل ده هيرتفع بقيمة A. تمام؟
هيقل، هيتحرك من هنا كده لهنا كده، يرجع تاني، هيرجع تاني بقيمة ايه؟ طب لما يرجع تاني بقيمة ايه؟ ايه اللي يحصل؟ ده هيزيد، هينزل معايا من هنا كده لهنا كده، هينزل معايا قيمة ايه؟ صح؟ ان الضغط بتاعي هيتحرك من تحت لفوق. طيب ناخد عندي مبدئيا كده، هنصغر عشان تبقى الرسمة بس واضحة قدامنا. الانيشال كيس الاول، خليني على الوضع الاول كده، بي عند نقطة ايه، نكتب ايه كابيتال، البي عند نقطة ايه، بعد كده نازل بموجب، خلينا نكتب الانيشال كيس باللون الاسود، وبعد كده ما نعدل يبقى باللون الاحمر مثلا. بي عند نقطة ايه نازل لتحت الجاما اللي هي الرو في الجي مضروبة في 3/10، صح؟ اللي هي القراءة ديت، ناقص نزلت تحت وطلعت زي ما هم راحوا مع بعض طالع لفوق، يبقى ناقص الجاما بتاعت الميركوري هنا، ميركوري الجاما بتاعت الميركوري مضروبة في 3/10 اللي هو مقلل الاتش بتاع الانيشال بكام؟ 3/10، كمان طالع لفوق ناقص الجاما بتاعت الاويل مضروبة في كام؟ 4/10. الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ البريشر عند نقطة بي، لانها مش مفتوحه للجو، لو كانت مفتوحه للجو كنا هنقول بنساوي زيرو، لكن هي مش بتساوي زيرو، يبقى البي عند البي. بص كده، هي دي المعادله بتاعتي الاساسيه. تمام؟ لما الضغط بتاعي بقى نقص at condition 2، هنعمله باللون الأحمر في الحالة الثانية، لما الضغط بتاعي نقص من بي اي لبي اي داش، تمام؟ نشوف ايه بقى؟ الضغط بتاعي بقى بي اي ناقص بي اي داش، آسف الحالة الثانية بقى، لما قل بقيمة، نحاول بقى في الحالة الثانية اللي هي البي اي داش، المعادلة بتاعي بقى نبص عليها هنا كده، الجاما بقت بكام؟ بقت من 3/10 ناقص الاي، لما احنا قلنا ان السائل بتاعي طلع بقى ايه 3/10 وقل قيمة الاي ديت، واخدين بالكم؟ طيب ناقص الجاما ميركوري في الدلتا اتش، ان الاتش بقى تحول بقى عندي هنا بقى ايه القيمه بتاعتي ديت بقت ايه، بقى الدلتا اتش، واضح؟ ناقص الجاما بتاعت الاويل عباره عن كانت باربعه من عشره زاد عليها الايه، صح ولا مش صح؟ ما دي اللي نقصت، دي اللي زادت، بتساوي البي بي، لان قال لك البي بي ثابت، بقت ايه بقى؟ دي المعادله الجديده بتاعي، البي اي اتحولت لبي اي داش، قلت بقيمه ما نعرفش هي ايه، هنتكلم عنها دلوقتي، زائد الجاما بتاع السائل الاول اللي هو جاما عند السائل ايه، تمام؟ وهنا الجاما بتاعت الاويل او اللي هو السائل بي او السائل الثاني 3/10 ناقص ايه ناقص الجاما ميركوري في الدلتا اتش ناقص الجاما اويل في 4/10 زائد الدلتا زائد الايه بتساوي البي بي. طيب دي المعادله الثانيه. نطرح المعادله رقم واحد ناقص المعادله رقم اثنين. معايا يا شباب؟ لما نطرح المعادلتين من بعض، أنا هسيبها قدامكم على البورد وإحنا شغالين عشان الناس تشتغل معايا. بي إيه ناقص بي إيه داش، بي إيه ناقص بي إيه داش،
زائد جاما في 3 من 10 ناقص جاما في 3 من 10 ناقص ايه؟ تمام، وكان هنا في ناقص يبقى بقت ايه؟ زائد، يبقى بقت جاما في ايه؟ ناقص الجاما ام في 3 من 10 ناقص في ناقص زائد، يبقى هنا ايه؟ يبقى انا اقول ناقص جاما ام 3 من 10 ناقص دلتا اتش، ماشي يا شباب؟ طيب ناقص الجاما اويل 4 من 10، 4 من 10 هنا هتروح مع بعض، هيتفضل جاما اويل في الايه بتساوي بي بي ناقص البي بي، بقت بتساوي ايه؟ زيرو. واضح يا شباب؟ طيب اتفضل، هنا بقى البي اي ناقص البي بي، هنقول الدلتا بي زائد الاي الجاما بتاعت السائل الاول ناقص الجاما بتاعت الاويل، ما هي ديت وديت هناخدهم عامل مشترك، ناقص الجاما ميركوري في 3 من 10 ناقص الدلتا اتش. طيب احنا اصلا بقى عندنا دلوقتي ايه اللي حصل عندي هنا بقى؟ البي اي ناقص البي اي داش الدلتا بي ديت اصلا بقيمتها بكام؟ ب 25 من 100. طيب وانا عندي هنا دلوقتي الاي بتاعي موجوده هنا والدلتا اتش